الجالية الصحراوية في فرنسا جاءت اليوم الظاهرة في ساحة حقوق الإنسان للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية بدون أي قيد وأي شرط. نطالب جميع أحرار العالم، نطالب جميع المنظمات الحقوقية والغير حقوقية، نطالب جميع الجماهير وجميع أحرار العالم، جميع البرلمانات، جميع الحكومات بإطلاق سراح السجناء الصحراويين في السجون المغربية، ونطالب بتقرير مصير الشعب الصحراوي عاجلا. نظمنا هاي الوقفة اليوم تضامن مع السجناء الصحراويين اللي حالتهم يوسى لها، وكذلك الشاب اللي نقتل في الداخل يوم 22 مارس، وكذلك يعني النظام، هذا النظام المحتل اللي صراحة يوما بعد يوم يفعل فعلته في المواطنين. نظمنا هاي الوقفة اليوم أمام مثلا الرأي العام الفرنسي، وأمام يعني نشرحوا فيها الوضع الراهن، وتضامن مع كذلك العائلات اللي أبنائها سجناء، واللي أبنائها مثلا انقتلوا، واللي أبنائها يبتطوا يوميا في الشوارع. نظمنا هاي الوقفة تضامن معهم وتضامن مع الرأي العام الصحراوي باش يبقى مستمر في هذا الحال اللي هو فيه. جينا نشاركوا اليوم في التظاهرة، نعدلوا تظاهرة في باريس تضامن مع أبنائنا الموجودين تحت التعذيب، وخصوصا المعتقلين قديم مزيك المضربين على الطعام، وعلى كل المعتقلين السياسيين الموجودين تحت التعذيب. نطالبوا أهل الدمار الحية وأهل وأصحاب حقوق الإنسان، ولا عاد فرنسا فيها إنسانية، ولا عاد فيها حريات، ولا تقوم معانا، تقوم معانا وتوقف معانا إلى جانب أصحاب حقوق الإنسان، وطالب كل العلم والناشد وكل العلم بالفك عن معتقلين الموجودين تحت التعذيب، نطالب الفك عنهم. ونعلنوا تضامننا من هون معاهم، الجالية الفرنسية تعلن تضامنها من هون مع كل المعتقلين السياسيين اللي في السجون المغربية، ومع كل المضربين عن الطعام،
والناس وجميع العالم والناس واصحاب الدمار الحيه وحقوق الانسان بعلنهم وقفوا معنا، ونطلبوا من الدوله الفرنسيه، نطلبوا من الدوله الفرنسيه انها تكف عن النظام المغربي، تكف عن النظام المغربي، تكف عنه وتوقف الى جانب الحق، وتوقف الى جانب المساواه، وتوقف الى جانب المهيورين في التعذيب. عن هذه الوقفه تأتي في إطار حملة التضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين وخاصة المدربين منهم عن الطعام، واليوم الجالية في فرنسا كجزء من الجسم الوطني تقف لتعبر عن تضامنها ووقفها إلى جانب هؤلاء الأخوة أسود انتفاضة الاستقلال، لتعبر عن تنديدها ورفضها لأوضاعهم السيئة التي وصلوا إليها طبعا نتيجة المعاملة السيئة من طرف سلطات الاحتلال التي تمنعهم من أبسط حقوقهم المشروعة، ألا وهي حقوق التطبيع وحقوق الإعلام وحقوق الزيارة، لأنهم موجودين داخل المغرب بعيدين آلاف الكيلومترات عن عائلاتهم. إذن الجالية يعني تندد بهذه الخروقات، لان القانون الدولي واضح في هذا المجال. هذه الوقفه نديروها بهذا على اساس معتقلين قديم نسيك اللي كيعانوا من ياسر للشعب المغربي، نشوفوا اللي عدل في شعبنا في المناطق المحتله، واحنا دائما نناضلوا من اجل تقرير المصير ولا بديل عن تقرير المصير. وبهذا الحدث الأليم اللي تلقاته الجمهورية الصحراوية في المصاب الجليل في حق الشهيد البخاري أحمد، نتمنى له الرحمة والغفران والجنة والرضوان، وإحنا دائما شهداء الحمد لله اللي متواجدين عند الجمهورية الصحراوية الديمقراطية ما يخصوا، الحمد لله دائما نضال، نتمنى للحكومة المغربية باش تطلق سراح شجانا قديميزيك، واحنا ديما نناضلوا ضد الشعب المغربي، لان تقرير المصير الشعب الصحراوي لا بد منه ولا بديل عن تقرير المصير. Tout cela en parallèle avec la situation actuelle critique de tous les prisonniers politiques sahraouis responsables de ces actes qui visent à intimider la France comme plus. La France complice, le roi assassin.